معانا مسوين احنا تقرير عدته زميلتنا شذى الطيب عن توظيف المعاقين. خلينا نشوف التقرير اول. تخرجت من الثانوية أنا تأملت خير بأنه أتوظف ويكون راتبي أعلى من اللي أستلمه الآن، وأقدر أجيب اللي أنا حلمت فيه وأحقق المستويات اللي أنا أبغاها وأطمح لها. لكن للأسف أحلامي كلها تحطمت مع أول وظيفة. المبنى أيضا غير مهيأ، المبنى في الدور الثالث، أطلع للدور الثاني بأسانسير وأكمل درج للدور الثالث صباحي ومسائي. راتب ما يتجاوز طبعا من قبل ما يتجاوز أنا 1500 ريال. بعد تقريبا سنة طلبت بزيادة الراتب، طبعا طلبت ورفضوا، قلت بطلع. حاولوا فيني لما لما رفع راتبي تقريبا 3500. بس هو اللي قال فيه زيادة الراتب، حاولنا نكلم الإدارة بس زيادتهم صراحة غريبة جدا، يعني في السنة يزودوك 100 ريال، هذه صعبة يعني. لو نتكلم عن وزارة العمل بشكل مختصر وسريع، حتى من أسست هذه الوزارة إلى الآن لا يوجد نظام خاص بذوي الإعاقة. أنا يمكن من الناس اللي موظف، أنا الآن في مركز إيمي استطلاع الأمراض وجهة القلب مترجم، والآن وجدت اسمي في التأمينات الاجتماعية وموظف في شركة في الدمام. طيب وش المشكلة؟ طيب الآن قالوا خلاص احنا بنتفق معاك وكذا، قلت خلاص اوكي، يعني زيادة راتب لي. أنا صراحة أدور زيادة راتب يعني بالمعنى الفصيح، لكنه الوزارة لكن الشركة تستغل اسمي وما تعطيني راتبي، هي هذه المشكلة. وعندي أوراق وثبوتات موجودة الآن. أنا أبغى أشتغل، ما قلت لك أبغى أنوم، أنت اللي جبرتني إني أنا اللي أنوم في البيت وتعطيني راتب. أنا لو اللي قال لك بنوم ما جاء طالبك بزيادة. طالب يعني لكن طالب حقيقي أول بأول أطلع أشتغل مساء ولا أشتغل معهد الفكري